بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات اللايف كلينيك. حلقتنا النهارده ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون الاتصال بينا من اي محمول 1466، ومن اي تليفون ارضي 0900 91 25، بس تاكدوا من الرقم هينزل تحت على البار بتاع البرنامج. النهارده دايما انا يعني زي ما بيقولوا اتدبس في الحلقات الصعبه، الحلقات اللي ايه اللي هي ببقى بجد يعني مش عارفه ابتديها ازاي او كده، بيبقى فيها شويه يعني الواحد بيبقى لازم ياخد باله في الكلام وكده، ولو ان لا حياء في العلم، وانا صاحبه هذا المبدا جدا في حدود الأصول وعاداتنا وتقاليدنا واحترامنا لنفسنا، وإن إحنا مهما كان لما نيجي نتكلم في أي حاجة لازم نتكلم زي ما بيقولوا بالشوكة وبالسكينة، بس لا خلينا ناخد قاعدة كده عشان الدنيا تتقدم وعشان الناس تتصلح وعشان دماغنا تفوق. لازم ميبقاش في حياء خالص في العلم، لكن يبقى عندنا حياء في أخلاقنا، يبقى عندنا حياء في طريقه كلامنا، يبقى عندنا حياء. لكن في العلم تحديدا لا، ما تخجلش ان انت تعرف حاجه، لان ممكن الحاجه اللي انت بتقعد قافلها كده على نفسك ومش عايز تواجهها دي ممكن تكون هي سر فشلك في حياتك، فشل حياتك الزوجيه. بتبقى في حاجات مهمه جدا جدا مش المفروض ان احنا يعني زي ما بيقولوا ايه نخجل ان احنا نتكلم فيها. والنهاردة هتكلم عن موضوع، هتكلم بالبلدي أكتر يعني. الست والراجل لما بيجوا بيتجوزوا في أول الأمر بتبقى العلاقة الحميمية بينهم على طول، ممكن تبقى كل يوم، ممكن تبقى مرتين في الأسبوع، ممكن تبقى ثلاث مرات في الأسبوع. تبتدي المسائل كل ما المدة تزيد تبتدي الرغبة بتاعت الست بتقل، ان اوقات تبقى مبرر الست دايما يقولك انا طول النهار واقفة وانا طول النهار في شغلي وراجعة بطبخ وراجعة بعمل وبذاكر للعيال، احنا فايقين للكلام. وتبتدي بقى ايه المواضيع توسع وهي مش مواجهة نفسها. هل ده بسبب فعلا كتر الحاجات اللي هي بتعملها، البروجرام بتاعها اليومي صعب جدا فبيؤدي للنتيجة دي، انها تخش تك تنام وتفصل الحياة كلها عشان تاخد البريك بتاعها أثناء النوم، فمش عايزة أي حد يطلب منها أي حاجة، ولا انتي لا فعلا فقدتي الرغبة في الموضوع ده؟ الضيفة اللي أنا النهاردة معانا وهترد على الأسئلة دي دكتورة علاج طبيعي. فانا لما قالوا لي دكتوره علاج طبيعي قلت لهم يعني انا مش قادره افهم، لا انا اعرف، انا بتكلم في الموضوع ده مع الدكتور نسا او دكتوره نسا، علاج طبيعي ايه؟ فقالوا لي لا هي جايه تتكلم في الموضوع ده في العلاج الطبيعي. فبيسعدنا النهارده تكون معانا الدكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعه القاهره. برحب بيكي جدا، واتمنى ان انا اكون قلت مقدمه هايله بصراحه، يعني الى حد ما لا هايله بصراحه، مش هنقول احسن من كده، يعني تقصر المسافات شويه عشان ايه نقدر نتكلم ان على طول في الموضوع. وعايزه اقول لك على حاجه، يقول لك الناس البلدي، الناس البلدي يعني احنا يعني البلدي بتاعت بلدي، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك بصي بيتك بيتخرب لما الموضوع ده او العلاقه الحميميه اللي بينك وبين جوزك بيحصل فيها مشكله. انت تعرفي سبب ان انا قررت ان انا اطلع اتكلم في الموضوع ده في التلفزيون؟ المشاكل اللي بشوفها في العياده وقد ايه بيوت كانت هتتخرب، والحمد لله يعني لما عملوا الجلسات والمشاكل دي اتحلت، البيوت دي كملت، وان فعلا ده مشكله فعلا. انا في ناس بتبقى داخله دي كده على فكره والمشكله ما اتحلتش، احنا هنتطلق، يعني بيبقوا داخلين قوي. لا اله الا الله، والله العظيم يعني انا بقى عشان بشوف المشاكل عندي بتجيلي على طول، فده سبب ان انا فعلا حسيت ان الموضوع يعني. طب انا عايز اساله سؤال، واحنا قاعدين مع بعض عشان الموضوع ده يعني
يعني سؤال، لا ما بتكلم اهو يعني، هو احنا الراجل والست قاعدين مع بعض عشان خاطر الموضوع ده يعني؟ ما هو بصي، ما هو يقعدوا مع بعض عشان هم بيحبوا بعض، يقعدوا مع بعض عشان يبقوا متفاهمين. بصي هقول لك على حاجه، لازم يعني هقول لك على حاجه، ده جزء من العلاقه الزوجيه. فزي ما في، لو في ركن تاني بايظ ممكن يبوظ العلاقه، وده ركن من اركان العلاقه الزوجيه، فده برضو لو بايظ ما هو ده ممكن يبوظ العلاقه. وبعدين خلي بالك، ما هو ده حاجه ربنا حللها علشان تمنع مشاكل تانية، يعني تمنع الزنا وتعمل مشاكل تانية. فهو برضو اللي بيتجوز بيبقى قصده ان هو يعف نفسه بالحلال. تمام. فده جزء من اسباب جوازه. فطبعا ما نقدرش نحكم عليه لا اعيش كده لا، يعني او يعني، فده برضو ما ينفعش. لا، لازم نحل المشكله يعني للطرفين، بحيث انه الحياه الزوجيه تستمر بشكل يعني بشكل زي ما ربنا قال. طيب عايزه اسالك اكتر بطريقه علميه. تمام. هو رغبه الست بتتساوى برغبه الراجل؟ يعني دايما احنا عندنا في مجتمعنا او في مفاهيمنا احنا هنا انه الراجل اكتر رغبه واكتر عرضه ان هو ممكن يغلط لا قدر الله او يعمل حاجه غلط اكتر من الست، لان هو بيبقى اكتر رغبه للموضوع ده من الست. الكلام ده مظبوط ولا علميا غلط؟ لا بصي، ما فيش حاجه اسمها انه في حد اكتر رغبه من التاني. هو في حد ممكن يكون عنده اضطراب في الرغبه، او يكون عنده مشكله عملت اضطراب في الرغبه، وده نتيجه لاسباب معينه. يعني في سبب لاضطراب الرغبه الجنسيه دي، حتى هو يعني انا مسميه الهيد بتاعت العنوان يعني بتاعت الحلقه كاتباها كده، اضطراب الرغبه والاستثاره الجنسيه وطرق علاجها، لان هو ده اللي بيعمل مشاكل. اولا هي ليها اسباب، ليه الرغبه دي فيها اضطراب. اولا الناس فاهمه ان الاضطراب ده يبقى لازم في سن كبير، لا، ممكن بنات شابات، وده بيجي لي العياده حالات كتيره جدا. يبقى عندهم اضطراب في الرغبه، ممكن نتيجه. يعني ايه اضطراب في الرغبه؟ يعني يحصل ايه؟ الرغبه يعني هي حاسه. بصي، في عندنا نوعين من الاضطراب الجنسي، اضطراب في الرغبه واضطراب في الاستثاره. اوكي. اضطراب الرغبه اللي هي الديزاير، اللي هي ما عندهاش رغبه في الموضوع اصلا من اساسه. في حد بيبقى عنده اضطراب في الاستثاره، ان هي عندها مشكله انها عندها رغبه تعمل علاقه بس ما بتعرفش توصل للاستثاره. ده هيوصلني لاضطراب ثالث، اللي هو حاجه اسمها اورجازم ديس اوردر، فمش هتعرف توصل للمتعه او للنشوه الجنسيه. لانها ما هي الاضطرابات دي بتؤدي لاضطراب تاني، ففشل في السيركل كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وبعدين؟ نتكلم الاول نفهم الناس، يعني الموضوع كبير كبير. يعني احنا كل همنا انقطاع الدوره، مش عارفه ايه، اكياس على المبيض، مش عارفه انجين. لكن انه ده سبب طلاق كتير، ده اكتشفته انه اضطراب العلاقه الزوجيه ده سبب من الاسباب. بما ان احنا عندنا من الناس اللي عندنا الطلاق كتير جدا، ده سبب من الاسباب بتاع الطلاق، يعني انتشار الطلاق. في يعني لو احنا عندنا نسبه طلاق 40%، انا متاكده ان نصهم كان فيهم اسباب في العلاقه الزوجيه، او اكتر من نصهم اضطراب في العلاقه الزوجيه او مشكله في العلاقه الزوجيه. طيب تعالي بقى نفصصها، احنا كده مطلعين الراجل براءه من لا الموضوع. هنشرح بقى في النص الجزء بتاع الراجل، مطلعين بس الست بس هي اللي لا انا العيله كلها. لا انا بس ده موضوع اللي احنا هنتكلم فيه، يعني ممكن نبقى نعمل حلقه نتكلم عن اضطراب برضو عند الراجل، بس خلاص. ده موضوع الحلقه بتاعتنا نتكلم على النهارده. هنمسك الست بقى. الاضطراب هنبتدي باول حاجه الرغبه. تمام. اساسا الموضوع هي رفضه. رفضه، او ما بيجيش في بالها، او ما بتعملوش. طيب ده بيبقى اسبابه ايه؟ نبتدي واحده واحده. تمام. اول سبب في اضطراب الرغبه طبعا، يعني عشان نحط عليه كذا خط، الاكتئاب. ده سبب واحد مكتئب يعني هيفكر في حاجه زي كده ازاي؟ تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه من اسباب اضطراب الرغبه الجنسيه الالم،
او ان هي مش عايزه، انها خايفه هيحصل لي الم، هيحصل لي مشكله. ممكن تكون المشكله دي سببها ان هي عندها، زي احنا طلعنا مع بعض في حلقه اتكلمنا عن التشنج المهبلي، ان هي عندها تشنج في عضلات المهبل وفي عضلات الحوض، فاصلا الطريق مقفول، فكل ما يحاولوا يعملوا علاقه فده يعمل فشل، فشل ورا فشل ورا فشل، يعمل منع بقى للرغبه، يحصل اضطراب في الرغبه، هي خلاص خايفه ومش عايزه اصلا من اول الموضوع. ممكن من الاسباب اللي تعمل اضطراب في الرغبه امراض زي مرض السكر او الحاجات اللي تاثر على الاحساس، ده يعمل اضطراب في الرغبه، لانه لما الاحساس بيتاثر ده بيبقى يعني زي ما بيحصل التهاب في الاعصاب الطرفيه، من المكان ده برضو فيه اعصاب طرفيه ودوره دمويه، تمام، فالدوره الدمويه بتبدا تقل في المكان. وده الشغل لما سالتيه طب ايه دور العلاج الطبيعي، هنا بقى الاجابه انه في مشاكل، يا اما عندها تشنج مهبلي وده مشكلته تشنج في العضلات كلها، مجموعة عضلات الحوض واللور ابدومينال ماسلز وموضوع وعضلات الفاجينا نفسها اللي هي المهبل نفسه، كل العضلات دي هي بيبقى فيها تشنج. وفي النوع الثاني اللي هو ارتخاء عضلات المهبل ونقص الدوره الدمويه في المكان، فمكان مش واصل له دم، هل هيبقى احساسه كويس؟ لما احنا بنيجي نتكلم على حاله قدم سكري مش بنقول لها ما تمشيش حافيه على الارض عشان انت كده كده مش هتحسي بحاجه طبعا. فهتتعوري، ما هو ده سبب ان احنا برضو نفس القصه، هي مش حاسه بالمكان، عندها مشكله فيه، فبرضو عدم احساسها بالمكان ياثر على الرغبه الجنسيه، عدم الاحساس يخليها ما عندهاش رغبه. ده بالنسبه للرغبه. في ديس اوردر تاني اللي هو ايه، اضطراب الايه الاستثاره اللي هو بنسميها الراوزر. عايزه نتكلم على علاج الاول، يعني الحاله وعلاجها، ولا عايزه نقول الحالات كلها؟ لا هنقولهم مع بعض لان هم كلهم علاجهم في الاخر بنلخص المشكله في علاج واحد. الاضطراب الاستثاره بقى، اضطراب الاستثاره ده بقى ليه اسباب كتير جدا. اول سبب، في سبب متعلق بالسن وفي اسباب تانية. اول سبب المتعلق بالسن اللي هو في الشابات اللي هم حديث الزواج، وغالبا سبب اضطراب الاستثاره او الرغبه الاثنين مع بعض بيبقى سببه، يعني اللي انا شفته، مش عايزه اقول لك مثلا الموضوع منتشر قد ايه، يعني انا بيجي لي كميه حالات عندهم بيعانوا معاناه من المشكله دي، وبيدوروا بقى فين وفين على ما بيوصلوا الحل، في حلقه مثلا يدخلوا على اليوتيوب في حلقه يعرفوا الحل، اللي هي قصه التشنج المهبلي دي او تشنج في عضلات الحوض يمنع الدخول او العلاج، عمليه العلاج بيمنعها المشكله دي. ما حدش يتخيل انه في حاجه ممكن تمنع، يا جماعه دي عضله مقفوله، هيحصل علاقة زوجية ازاي؟ عضلة فيها تقلص، هيحصل دخول ازاي؟ والدخول هيبقى مؤلم جدا، وتكرار المحاولات بتؤدي لمشاكل نفسية وعضوية أكتر، خوف أكتر ومشاكل أكتر، بدل ما يعني كل ما احنا اكتشفنا المشكلة بدري وعالجناها بدري، كل ما هيكون السبب يعني راح، كل ما يكون بدري، كل ما يكون التدخل بتاعنا أسهل. تمام. والعلاج أسهل. تاني حاجة متعلق بالسن اللي هو فوق ال 45 أو من أول ال 45 فيما فوق. نقص الرغبة ده ممكن زي ما قلنا يكون سببه إنه في دلوقتي بقى في نقص في الدورة الدموية اللي رايحة للمكان نتيجة هرمونال ديس أوردر اللي هو بدأ الاستروجين يقل. تمام. فلما الاستروجين قل فبدأت حساسية الأماكن دي تقل. فهنا هنتكلم ازاي نتدخل ونعزز، نعمل تعزيز وتدفق للدورة الدموية في المكان ده، بحيث نحسن الرغبة ونحسن الاستثارة الجنسية. من ضمن الأسباب برضو اللي عندنا في الموضوع ده، عندنا أسباب خاصة بالتهاب الأعصاب برضو والسكر. أنا بقول كي الضوء دايما على التهاب الأعصاب والسكر، لأنه الناس دايما كل اللي في دماغها أنا عندي التهاب أعصاب سكر رجلي. لا، ما دي مشكله، وعلى فكره مشكله عند الراجل وعند الست. اوكي. اللي عنده اللي مريض سكر لازم ياخد باله انه ده هيقلل احساسه، هيقلل الاستثاره بتاعته. يعني دي من اسباب الضعف الجنسي او حاجه اسمها سواء عند الست او عند الراجل. تمام. ريكتايد ديسفانكشن، والاثنين ليهم حلول. انت مشكله عندك في دوره دمويه والتهاب في العصب، اللي هو ده علاجه، الجزء بتاع العلاج الطبيعي اللي احنا هنتكلم فيه. تمام. من ضمن الاسباب طبعا بنعمل حاجه اسمها هرمون البروفايل، دي ممكن يكون عندها هرمون البرولاكتين عالي،
فيعمل المشكله دي اللي هو البروتاكتور بتاع اللبن هرمون اللبن، او التستوستيرون عالي اللي هي هرمونات الذكوره تاثر، او نقص هرمون الاستروجين زي في مرحله ايه انقطاع الطمس. ما كل الحاجات دي علاجها هرمونال. ما احنا بقى في جزء وفي جزء مش عايزه تاخد هرمونات. لا ما هو بصي هقول لك على حاجه، احنا في جزء ما هو احنا تيم ورك بنشتغل مع بعض، يعني مثلا اللي عندها هرمونال بروفايل في مشكله لازم تظبطه مع طبيب النساء، وبعدين تيجي احنا نتيجه الهرمونال ديسفانكشن اللي حصلت دي نقصت الدوره الدمويه في المكان وحصل ارتخاء في عضله المهبل بقت مرتخيه، فده يبقى ليه تاثير سلبي على العلاقه الزوجيه. في ايه؟ لما ارتخت عضله المهبل حصل حاجه اسمها وايدنينج، اتسع المهبل، فده بيأثر على العلاقه الزوجيه من ناحيه الراجل، يعني الراجل برضو اتساع المهبل ده بيقلل الاحساس الاستثاره اللي عنده. فده احنا بنعمل كنترول برضو عن طريق تدخل بالاجهزه قابضة للعضلات القابضة للمهبل، يعني بتتحل المشكلة دي نهائيا وفي وقت قليل جدا. من ضمن الأسباب أسباب نفسية، إنه ودي بقى ساعات بنحتاج إن احنا نشتغل مع طبيب نفسي، وساعات المشكلة حل المشكلة العضوية بيحل المشكلة النفسية. يعني في حالات مثلا أنا شفتها بيبقى عندها حاجة اسمها illusions أوهام، إن هي حاسه انه العلاقه الزوجيه دي ان لو حصل علاقه ان هي هيحصل، يعني ان الوجع مؤلم، يعني هي متخيله الالم بتاعه مثلا اكتر من الولاده. فوبيا بقى. فوبيا. حالات يعني انا شفت حالات صعبه جدا اللي هو هي متخيله انه الالم ده اشد مثلا تخيلي من يعني اكتر كمان من الم الولاده. ايه بس هل يعني انت عايز تقنعيني دلوقتي البنات مش على وعي وادراك يعني الشباب دلوقتي مش الجيل الجديد بيعرف كل حاجه وبيفهم في كل والله حاجه؟ والله الجيل ده مظلومين. مظلومين ازاي؟ يعني انا بشوف حالات كتيره جدا، يعني لا في عندنا يعني لازم نعترف انه في عندنا عدم وعي، يعني انا بشوف انت مش فاهمه، انا بكلمك ان الموضوع كبير وان الحالات كتير. طبعا احنا مش بنعمم. لما نعمل حلقه النهارده على الهوا بموضوع بخصوص الموضوع ده، لا يبقى الموضوع كبير. بالظبط. احنا طبعا استحاله اي مرض هي زيها زي اي مرض، انت ما بتعمميش ده مش على الكل، لكن بنقول انه في نسبه ونسبه مش قليله بتعاني من المشاكل دي، يعني نسبه كبيره. الوهم انه الموضوع ده او العلاقه دي مؤلمه جدا زي الولاده او اكتر من الولاده. لا يعني حتى ان انت تدخلي بروف فيها عندها مشكله، يعني عارفه اللي هي عندها مشكله ماساويه انه حد يقرب منها. طبعا الموضوع داخل فيه جزء شك، معتقدات خاطئة، كلام سمعته من أصحابها، كلام من الأم. يعني التحذير الزيادة عن اللزوم خلق خوف شديد جواها. فدي ساعات يعني بصي أقولك في 98% أو 98.5% من الحالات لما بينتهي السبب العضوي اللي هو لو هي عندها مثلا تشنج في عضلات المهبل هو اللي عامل المشكله دي بتنتهي الحاله، وفي 1 أو 1.5% نفسي بقى. لا بتنتهي الحاله النفسيه كمان. طيب لما بتنجح الجلسه. طب وافرضي بقى انها نفسي بيور نفسي بقى. ما هو ده اللي انا لسه كنت هكمله. انه في حالات بنبقى محتاجين نعالج الجزء العضوي فتنتهي المشكله، وفي حالات لا المشكله نفسيه وعملت مشكله عضويه. فبنريفير لحل النفسي وبعدين تيجي تكمل عندنا، او بنشتغل بره مع بعض، او بنخلص وبنقول لها لا كملي بقى سايكولوجيكال كونسلتيشن لحد ما تبقي كويسه. بس ده انا شفتها في 1% بس من الحالات. لكن 98.5 او 99 بيتحسنوا عادي بالجلسات، والخوف والهلع النفسي اللي عندهم ده بيروح بمجرد ان هي اطمنت لما الجلسه حصلت ولقيت العضلات بقت ريلاكسد والوجع راح، ودخلنا البروب، لان البروب ده بيبقى متوصل بشاشه وبتلاقي عضلاتها بعد ما كانت مثلا حاجه و40 او حاجه و50 نزلت ل10 درجات. فالخوف او يعني ايه الهلع النفسي اللي عندها ده راح. لانه هنا المشكله كانت عضويه وعامله شويه ايه مشاكل نفسيه. لكن في ساعات بقى اللي هم الناس اللي عندهم الالوجن الاوهام اللي هي بقى دي شفتها في 1% بس من الحالات. ايه بقى؟ عندها وهم انه لا انه لو حاجه دخلت فيا يعني هموت، هيحصل لي حاجه. عندها
وهم، عارفة مش في أمراض نفسية ده مثلا، وقت ده ممكن يموتوا، مش هزار يعني، ممكن من إحساسها واعتقادها بيجي الفظيع لها ده حاجة اسمها هبوط. ديزني، ما بتعرفش طبعا تتنفس وبيحصل لها مشاكل طبعا. كتير، فالموضوع بيدخل في مشاكل صحية كتير. سبب برضو من أسباب الاضطراب الاستثارة طبعا لازم نقوله عشان ما يبقاش بنقولك زي ما انتي قلتي ايه كل العبء على المرأة، ممكن يكون مشكلة عند الراجل. بس بما اننا النهارده بنتكلم عن المرأة، فانا عايزة بس اقولك الضوء انه ده عند التشنج المهبلي مثلا عند الراجل، مع الراجل اللي عنده زوجة عندها تشنج مهبلي، ده بيسبب له مشكلة. المشكلة دي اكيد مشكلة مؤقتة، اللي هي سرعة القذف، التوتر وحالة الخوف دي بتخليه هو يحصل له سرعة قذف تمام. نتيجة ان هو متوتر وقلقان من المشكلة يعني، والسويت والحاجات دي بتقلقه، فبيحصل له ايه؟ لان هو بيتفاعل معاها. المشكلة التانية ان هي لما المرأة بيبقى عندها ضعف استثارة، يعني مثلا جالي حالة من الحالات بيشتكي ان هو بيحتاج وقت كتير، وده يعني مش قادر يعني وقت كتير معاها، ففي الحالة دي احنا بنضطر بقى لم نتدخل ونعمل الشغل اللي هو بتاع تعزيز تدفق الدورة الدموية وتنبيه بقى لعضلات المهبل. تمام. وفي حالات بيبقى عندها كومباينيشن بين الحالات، يعني مثلا يبقى عندها تشنج وبيبقى عندها ايه مشكلة في الدورة الدموية، ساعتها بنخلص الكورس ده وممكن نبدأ بقى في كورس تاني اذا هي هل احتاجت. الدكاترة النساء بيني وبينك عشان نبقى يعني نبقى صراحة مع بعض، أي ست بتعاني من الكلام اللي بتقوليه ده كله أول باب هتخبط عليها وباب دكتور النساء، طبعا بس هل دكتور النساء بيبقى على وعي بأن هو يرشدها إنها تعمل جلسات علاج طبيعي بخصوص الموضوع ده بتاع، ولا بياخد الموضوع هو كله بيه هو بصي بأدوية المشكله ان هو يعني لما يعني في ناس طبعا في التيم ورك لا فاهمين وبيحولوا الحالات، يعني في ناس كتير بتبع يعني بتقول لا ده الدور ده المشكله دي تشنج، وفي ناس لا يعني. فالفكره في ايه؟ هو دكتور امراض النساء قدامه حل واحد اللي هو، ودي يعني لو عمل حاجه اللي هو بيحقن بوتوكس، وده للاسف المشكله اللي احنا اكتشفناها في الحالات دي، ان هم زي ما عندهم تشنج في عضله المهبل يبقى عنده في عضله الحوض، فبيجي لي الحالات بعد ما بتحقن البوتوكس بتحت ان ال مثلا حاله تشنج مهبلي بيبقوا حقنوا بوتوكس، ماده اسمها بوتوكس بترخي العضلات، بتيجي برضو بنفس التشنج، لان عضلات الحوض كمان فيها تقلص، لو حقن الحوض هتتشل رجليها. ففي طبعا في نسبه كبيره طبعا عندهم وعي دلوقتي بانه المشكله دي مشكله عضلات، او ان مشكله استثاره او رغبه، يبقى دي معناها ان هو محتاج يعزز الدوره الدمويه، مش مشكله اتساع في المهبل، دي معناها ان عضله الحوض او عضله المهبل بقت مرتخيه، فدي معناها ان هي محتاجه تتقوى بس وانس ان العضله مسكت اتحلت المشكله. يعني بصي والله عارفه مشاكل كبيره قوي وعلاجها سهل قوي وفي وقت قليل قوي، يعني عضله ضعيفه تقوتيها، هي الناس بس مش يعني من كتر ما هو العلاج الطبيعي، ما هو ده لما بتروح في عضلة لإيدك لرجلك لبتاعه بتعمل جلسات علاج طبيعي وبترجع تمشي كويس أو تشيل كويس حاجة أو هو ما هي عضلة في الجسم، بالظبط، ما ما هي هي عضلة في برافو الجسم. عليكي، بالظبط انت جبتي المفيد، ما هي دي زي ما هي دي مشكله مع يعني مع رجليه او مع رقبته او مع ظهره، ما بالظبط. دي مشكله في نفس برضو مشكله في جزء وفي عضو من الجسم. بس فهي دي الفكره، ان احنا لما بنعمل كنترول على العضله بترجع الدنيا، بنزود الدوره الدمويه، فبننهي بقى المشاكل بتاعت نقص الدوره الدمويه، وبننهي مشاكل بتاعت اتساع المهبل. كمان ده ممكن يكون ليه اثار سلبيه على الست نفسها، اتساع عضله المهبل ده مش بس في العلاقه الزوجيه ليها تاثير سلبي مثلا عليها وعلى الزوج بس، لا ده عليها هي نفسها. طب هتقولي عضله المهبل هتستخدمها في ايه تاني؟ لا، في عشان لما عشان التواليت لما بالظبط بيحصل لها ان تبقى عايزه التواليت ما بتقدرش تمسك نفسها فيه، صح؟ بالظبط، تيجي تكح او تعطس تقوم تلاقيها بتنقط، يبقى احنا في المشكله دي عالجنا كذا مشكله مع بعض، عالجنا اتساع المهبل، عالجنا ترهل العضله بتاعته او ضعف العضله بتاعته، عالجنا الدوره الدمويه اللي رايحه للمهبل فاصبحت الاستثاره احسن،
عالجنا السلس البولي نتيجه انه العضله ضعيفه فمش مستحمله اي ستريس، حتى احنا بنسميه اسمه الطبي ستريس انكونتيننس، مش بس تيجي تزق حاجه تلاقيها ما تعرفش تمسك نفسها بالظبط، بنسميه حتى احنا ستريس، انه العضله من كتر ما بقت ضعيفه مش قادره، خصوصا مع تكرار الولاده. اللي بيولدوا طبيعي طبعا. اللي بيولدوا طبيعي طبعا. برضو من ضمن المشاكل اللي بتعمل اضطراب في الرغبه او في الاستثاره الجنسيه البين، الالم ممكن حد يبقى، لازم ناخد بالنا انه بعد الولاده او بعد العمليات ممكن يبقى فيه اضطراب هرموني، خصوصا عمليات النساء. فطالما في اضطراب هرموني لازم ندي وقت، وبعدين اذا لقينا الالم راح والاضطراب الهرموني نلجا بقى للجلسات وللعلاج، ولسه في مشكله في الرغبه معناها انه ايه، حصل تليف في المكان، فالدوره الدمويه نقصت، فده يعمل الم، فنبدا يعني زي ما احنا بنعالج الالم في اي مكان ممكن نعالج الالم في المكان ده. تمام. طيب ايه رايك نطلع فاصل ونرجع نستكمل ونعرف ايه لما الست هتبتدي بقى تفكر ان هي تتعالج بالعلاج الطبيعي، ايه الاجهزه اللي بتستعملوها، ايه احدث حاجات بتتعمل، بيتعالجوا بعد قد ايه، تبقى المفروض الزياره عندك تبقى كم مره في الاسبوع والى اخره، بتشعر بالتحسن امتى، بس بعد الفاصل. وبنرجع بنستكمل حلقتنا مع دكتوره رانيا السيد عبد العليم استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعه القاهره. وارجع قبل ما نخش في العلاج وطرق العلاج، عندي ثلاث حاجات مهمين جدا لازم اسالك عنهم عشان نقتل الموضوع بحثا. احنا اولا ما قلتيش لما الست ما يبقاش او تفقد الرغبه ويكون السبب فيها الراجل مش هي. تمام. احنا القينا كل الاتهام على الست، فاحنا عايزين برضو ان ايه نلقي الاتهامات شويه على حد في بلاوينا على شويه بقى. فعايزين نشوف الراجل ايه بيبقى سبب. باختصار احنا هنعمل طبعا حلقه عن الراجل ومشاكله، لكن دي بقى بما انه بيبقى له هو سبب فعلا من الاسباب مش هنقدر نقول. خلي بالك دي وسن الياس والختان. تمام. ده مهم كمان الختان، وبعد كده نخش في العلاج. تمام. طيب نتكلم الاول عن المشاكل. احنا طبعا من ضمن الاسباب اللي بتعمل اضطراب في الرغبه الجنسيه وفي الاستثاره الجنسيه ان الراجل هو بقى اللي يبقى عنده مشكله، زي مشكله الضعف الجنسي. الضعف الجنسي بقى يعني اسبابه ايه؟ زي ما قلنا لو الراجل عنده سكر كمان هو كمان لازم ياخد باله، زي ما بيجي التهاب اعصاب طرفيه ونقص في الدوره الدمويه الدقيقه في الاطراف ممكن يحصل دون برضو للعضو الذكري. تمام. تمام. ممكن الناس اللي عندهم نسبه الدهون عاليه يخلي بالهم، والكوليسترول عالي لانه ده من الحاجات اللي يتعمل عليها تشيك اب للرجاله، خصوصا برضو بعد ال 45. تمام. من زي ما الست برضو في حاجات لازم تاخد بالها منها، الراجل في حاجات لازم ياخد باله منها. الكوليسترول والتصلب الشرايين يأثر، والبروستاتا والبروستاتا تأثر. كل في حاجه اسمها مشكله في الانرفيشن، يعني بمعنى ايه؟ هو عامل عنده مشكله في ظهره. ما هو في نيرف سبلاي، يعني العصب بيغذي مكان، اماكن العصب بتغذي اماكن، فلما بيحصل خلل فيه بيأثر بيأثر برضو على الاداء الجنسي للراجل. فلازم برضو يربط برضو بين ده وده، لان ممكن الدكتور بتاعه ما يربطش، او هو الراجل نفسه ما يروحش يكشف انه العلاقه ليها علاقه بالانرفيشن بتاعت ظهره. فلو هو عنده انزلاق غضروفي او حاجه يؤثر على، ممكن يؤثر على القصه دي. فلازم طبعا، وطبعا دي بقى العلاج الطبيعي هنا ليه دورين، دور في تعزيز الدوره الدمويه اللي رايحه للعضو، وليه دور تاني في ان احنا ممكن نعالج الديسك نفسه او الانزلاق الغضروفي نفسه اللي هو فبالتالي الواحد بيتعالج، المشكله تتحل من الناحيتين. خلاص. دي يعني ممكن لو الراجل عنده برضو التهاب اعصاب ممكن ده
يأثر على الإحساس بتاعه. ممكن استخدام بعض انواع الادويه زي المهدئات والمنومات والمخدرات وكل الحاجات دي. في ناس بتبقى فاهمه ان الحاجات دي بتعلي الرغبه، الحاجات دي بالعكس، دي يعني ممكن تقلل الرغبه وتقلل القوه الجنسيه، وخصوصا مع اللونج تايم. تمام. وده فهم خاطئ عند الناس. تاني نقطه بس سالتيني عليها كانت الختان. الختان، انا لسه كنت عامله حلقه عن الختان. فاحنا عارفين مفهوم او وجهه النظر بتاعت الناس اللي بيعملوا ختان للبنات، ان هم عايزين يقفلوا الباب ده ويسدوه عشان ايه، ما نقعدش نشغل دماغنا البنت هتعمل، خايفين عليها هو الى اخره. موضوع بجد مش عارفه بيقولوا ايه، الواحد ضده طبعا طبعا، بس هو الواحد لما بيبقى عنده بنت بيبقى خايف عليها من الوحوش اللي بره، مع انه انت لو عملت البنت دي صح وربتها صح ارميها في الغابه ما يهمكش يعني. لكن الواحد اوقات بيبقى فيه مفاهيم كده خاطئه بتريحي دماغك بيها. فعشان انا ضد الفكره، بس باوقات لما انت بتبقى ضد فكره بس ما تهاجمش قوي الناس اللي بتعملها، ليه؟ انت ما تعرفش ظروف الناس دي ايه. انا مش بدافع عنهم طبعا. تمام. يعني ضد الفكره. احنا تمام، نفهم الناس كمان بالظبط، نعمل لهم توعيه. اولا المكان اللي هم الجزء اللي بيقطعوه ده، هم اولا بيقطعوا الاجزاء الحساسه من المراه. طيب الاجزاء الحساسه دي انت لما تقطعها او تسيبها، هو طالما يعني طالما انه ما فيش يعني طالما ان البنت محافظه على نفسها وما فيش حد قرب منها، يبقى خلاص، يبقى يعني وجود الاجزاء ده مش هيأثر على سلوك البنت. لا، ما هو بيعتقد ان ده بيخليها انها تفكر في الموضوع او تصار. لا، نيفر نيفر. الموضوع ده منتلي، ده دماغ، ده لا، ما احنا دورنا يعني احنا ليه طالعين في التلفزيون. احنا عشان بنعمل وعي للناس طبعا. فاحنا بنقول لهم صدقيني او صدقني لبابا، الموضوع ملوش علاقه خالص انه يخليها عايزه او في حاله لا، الموضوع انت بتقطع الاجزاء الحساسه، ده ياثر عليها لما تبقى زوجه، لكن مش هيفيدها وهي مش متجوزه، سواء كانت بنت سواء كانت ست مطلقه الموضوع ملوش علاقه خالص. وجود الجزء ده طالما ما تعرضش لاستثاره مباشره، مش هيبقى سبب ان هو يخلي البنت مش هتبقى قاعده مع نفسها كده وحاسه بحاجه عشان هي عندها الجزء ده موجود، والا ما كانش ربنا خلقه. او لو ده فعلا بيعمل كده كان بقى فرض علينا. صحيح. اكيد ديننا بيحمينا. صحيح، مظبوط. اكيد يعني اول حاجه هتحميكي هي دينك، تعليمات دينك. فاذا ده الجزء ده حد قاعد كده مع نفسه يحصل له كده او تبقى عايزه اكتر او لا خالص، ملوش دعوه خالص، ده بس مش هيولد غير مشاكل بعد كده لما تبقى زوجه، فحرام عليك تحرمها من جزء من احساسها. فطبعا احنا الختان من الحاجات طبعا بتسبب اضطراب في الاستثاره وفي الرغبه الجنسيه. ليه؟ لان هو بيقطع الاجزاء الحساسه عند المراه، فده بيقلل درجه استثارتها. بس هل الست دي خلاص محكوم عليها بالاعدام؟ احنا خلاص الناس اللي اوريدي حصل لهم المشكله، لا، هي ممكن استخدام يعني ربنا الحمد لله عمل تريجر بوينتس كتير او اماكن كتير ممكن تحصل منها الاستثاره. والحاجه الثانيه ممكن اذا الموضوع ما اثر عليها قوي بتعمل حاجات تعزز او تدفق الدوره الدمويه في المكان، فلما بيزيد الدوره الدمويه في المكان بتعوض المشكله الشورتج اللي عندها في القصه دي. فالفكره بنقول ايه للي بقى ما عملوش كده، او للابهات اللي في الاماكن البعيده والصعيد والاماكن اللي لسه بتفكر كده، يعني احنا بنقول لك والله راي العلم. احنا بنقول لك العلم بيقول ايه، بيقول ان مش ممكن، لازم تبقى زوجه او تبقى مع 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 شريك حياه في بيتها علشان تقدر يعني يحصل لها اكزايتيشن او اثاره. لكن مش ممكن تبقى قاعده كده عشان هي عندها الجزء ده تبقى قاعده يعني مش على بعضها او عايزه، مش ممكن، تفكير غلط طبعا. والا كان ده كان ربنا، دي كانت نزلت ايه. صحيح، عشان ربنا يحمينا. صحيح صحيح. طيب سن الياس
قلتي عليه؟ لا لسه. سن اليأس بقى هنتكلم عنه. ايه مسمينه اسم غتيت؟ انا مش عاجبني الاسم، كنت لسه سن اليأس. اليأس من ماذا؟ لا هو الاسم ده اصلا مش عارفه ليه احنا اخترعناه. ايه ده؟ وعلى فكره هي تسميتها اسمها مينو، ما اسمهاش في اي حته تانية سن اليأس. مينو بوز، مينو بوز لما تيجي تترجميها معناها انقطاع بوز، يعني واقفه، انقطاع الطمس. ما هو ما حدش جاب سيره يأس في الموضوع خالص. يأس من ايه؟ بالظبط، هو دي حاجه مشهوره عندنا في الدول العربيه. ليه بقى؟ يعني هو ما بصي ما هو ده بقى ايه، غسيل المخ. يدخلوا لي العياده احنا في سن اليأس. لا ما هو ده، ما هو ده دايما الست محطوطه تحت. بكلمكم بجد، يعني عندنا في البلاد العربية، الوطن العربي، الحتة دي عموما الجزء ده من الخريطة هم حاطين الست في دماغهم في اليأس. يعني ايه؟ الست دي هي اللي ممكن تنحرف، الست دي هي اللي هتبوظ، الست دي هي اللي هيحصل لها، والست دي هي اللي هيجرى لها، والست، وكأن الراجل مش ممكن يبوظ، مش ممكن يغتصب، يعني يغتصب هو نفسه كمان زي ما الست بتغتصب. يعني كل اللي عند الست عند الراجل، صح ولا انا بقول غلط؟ لا صح والله. فبطلوا النظره الدونيه، وان احنا قلالات الحيله قوي كده، وما نقدرش ندافع عن نفسنا، وان احنا ما نقدرش ان احنا يبقى عندنا اخلاق. احنا لازم الراجل هو اخويا، هو اللي لازم يدافع عني وياخد باله مني لغايه ما اتجوز، يسلمني هوبا للراجل اللي اتجوزه عشان هو يحافظ عليا. الله، ايه ده؟ لا ويوهموكي بقى ان انت بعد ال50 دخلتي في سن اليأس، انت خلاص راحت، مفيش منك امل خلاص. لا الموضوع مش كده خالص خالص خالص، وبدليل ان احنا بنشوف ناس كتير وناس مشاهير ونجوم متجوزين كلهم بعد السن اللي هو بتاع يعني المينوبوز او انقطاع الطمس. مش هنسميه احنا بقى، مش هنغلط نفس الغلطه ونسميه سن اليأس. بعد سن انقطاع الطمس، الابحاث بقى بتقول ايه؟ ايوه قولي لي بقى الابحاث بتقول ايه. مفيش أي علاقة بين الأداء الجنسي وحيوية المرأة ونشاطها الجنسي بعد انقطاع الطمس خالص. تمام. ملوش علاقة مباشرة بيه تماما. بس ممكن إحباطها إن هما يقولوا لها كده. فممكن والله هو يعني يديها إحساس نفسي بكده، لكن علميا مفيش حاجة اسمها إنه انقطع الطمس فهي خلاص ما عندهاش رغبة وما عندهاش استثارة وما عندهاش أداء جنسي. لا ده بالعكس، ده ساعات السن ده بيبقى سن النضوج الجنسي للمرأة، لأنها بتبقى عدت بحاجات كتير وبتبقى اتجوزت فترة، فبتبقى عندها زي نضوج. وقد ممكن يكون رد فعل نفسي كمان ليها، انه انتوا بتقولوا سن يأس، طب انا هوريكم بقى انه ده مش سن يأس. لا يعني مفيش حاجة اسمها يعني كده. لا يعني من جواها حتى نفسية. يعني لو هي مثلا ممكن مثلا تكون بتعمل العلاقة الحميمية مثلا مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، بعد سن اليأس هتثبت حتى هي لنفسها. لنفسها طبعا. فاهمة يعني انه مفيش حاجة ملوش اي تأثير ولا اي علاقة. كل القصة ان هرمون الاستروجين بيقل في الوقت ده. ده ممكن يأثر على الحساسية بتاعت الاعضاء، ومش ممكن قد يؤثر، ومش في كل الناس. ده عندهم 20 سنه عندهم المشكله دي. بالظبط. اي ما كنت لسه هقول لك كده، احنا لسه كنت هقولك. وده قد يحدث مع بعض الناس ومش كل الناس، وده اضطراب جنسي شرحناه على كل الحالات، كل الفئات العمريه، كل الفئات العمريه، انه ممكن يحصل كده. وبرده بنشتغل بالطرق بتاعه العلاج بتاع الطبيعي بتاعتنا، اللي هي بنزود تدفق الدم، فبتتحل برده المشكله دي. لكن اكيد يا دكتور، يعني خلينا نكون اكتر رياليستيك، يعني انه اكيد مع تقدم السن، سواء للراجل او للست، يعني مش عشان بس ايه الناس ما تقلقش وما تحسش ان ايه ده، وانا كده خلاص مش نافع، وانا كده خلاص مش نافعه، يعني فاهم قصدي؟ يعني اكيد مع تقدم السن الرغبه للموضوع ده بتقل. مش شرط انه يبقى فيه مرض عضوي ولا فيه اي حاجه محتاجه العلاج لاي حاجه، خلاص الموضوع ما بقاش فكرك منصب على هذا الموضوع، في اشياء اخرى معرفش، في حاجه بتتغير في مفاهيم الانسان نفسه، في روحه. تمام. خلاص ما يبقاش داون تو ايرث بقى، خلاص انت بتفهم قصدي؟ هقول لك، هرد على سؤالك. بصي بقى، الجزء ده اللي احنا بنتكلم فيه
ملوش علاقة. أنا عايزة بس أفصل يعني المجتمع عن حتة حاجة تفكير غريب. السن ملوش علاقة، يعني ممكن يبقوا هما اتنين متجوزين وبارتنر وعايشين مع بعض وعندهم 50 سنة، مش معنى كده إن تنقطع العلاقة بينهم. احنا بنقول ايه؟ ان احنا لو في ان العلاقه هتفضل مستمره، وانه سن اليأس ابدا لو هو راجل لسه عنده رغبه انه مراته تنفعه، وان هو مش محتاج يجيب واحده صغيره عشان تبسطه، لانه مراته وظيفتها الجنسيه لم تنقطع بانقطاع الطمس، وانها تستطيع ان تؤدي حياه جنسيه وزوجيه وتعمل معاشره كامله. ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. تمام. انت مش محتاج تجيب حد تاني، لا ده هي ممكن الافكار دي غلط، دي المعلومه اللي احنا عايزين نوصلها. واذا ان كيس ان هي عندها اضطراب في 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 شيء ما، ده ليه علاج زي الاضطرابات اللي احنا شرحناها وشرحنا اسبابها. تمام. بس ده اللي احنا عايزين نوصله للناس بغض النظر عن انه الاحتياج قل او الاحتياج زايد. ده في الراجل وفي الست. بالظبط، بغض النظر انه وفي ناس بيبقوا بالعكس لما بيكبروا وبيرتاحوا بيبقوا عايزين يعني يقولك نستمتع بقى بحياتنا وكده. فاحنا بنقوله ان الزوجة سنها ما بيفرقش في حاجة. لا ده هي بقى، ده هي دي بقى اللي ما بيفرقش معاها لما تبقى 100 سنه. اشكال بقى عليك انت لما تبقى 100 سنه بقى هتعمل ايه؟ دي المشكله يعني. بالزبط. عشان يعني عايزه ننور الناس اكتر، عشان الرجاله اوقات بتبقى عندها زي بيقول ايه، فرده يناموا عليها وحجه يناموا عليها. بالزبط. ان الست كبرت ولا حتى بعد عمليات استئصال الرحم، بما اننا اتكلمنا عن انقطاع يعني بما اننا اتكلمنا عن انقطاع الطمس، فولا حتى بعد عمليه استئصال الرحم. الرحم ده مكان يتربى فيه الجنين بس، حضانه بس، ملوش علاقة برضو بالعلاقة الزوجية. خصوصا دلوقتي كمان بقوا بيعملوا العمليات، دكاترة النساء بقوا بيسيبوا عنق الرحم علشان تفضل يعني الاحساس الزوج والزوجه بالعلاقه كامله يفضل موجود، يسيبوا اخر جزء. الا لو عنق الرحم فيه مشكله طبعا بتتشال، لكن لو يقدر ان هو يسيبها طبعا بيسيبها. لان بالظبط ما هي دي كل حاجه ربنا فسفوسه كده في جسمك حطها ربنا لها احتياج، واحتياج بالظبط. مفيش كلام. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ العلاج وصلنا بقى لغايه فين؟ الموضوع كبر قوي يا دكتور. الموضوع طلع كبير. العلاج بقى نتكلم. احنا اتكلمنا شرحنا بالتفصيل طبعا للناس دلوقتي، هو في اكتر من كده تفصيل. وطبعا قدرنا الحمد لله اعتقد نوصل للناس المعلومات بطريقه علميه ومبسطه بدون خدش للحياء ولا حاجه. فعايزين بقى نفهمهم بقى زي ما فهمناهم المرض والمشاكل، نبدا نفهمهم هنعالجهم ازاي. تمام. العلاج بقى، احنا العلاج، هل العلاج الطبيعي ايه دوره في في المشاكل دي؟ اولا احنا شرحنا الموضوع ككل، نمسك بقى مشكله مشكله. لو احنا عندنا مشكله في قله الرغبه، ضعف الرغبه الجنسيه، حلو، وضعف الاستثاره الجنسيه احدهما او كلاهما، تمام، كلهم يشتركوا في مشكله واحده زي ما احنا واحنا بنشرح اتكلمنا، عضلات فيها ارتخاء، تمام، او دورة دموية ضعيفة نتيجة لمرض أو هرمونال ديس أوردر أو التايم السن، حلو، أو جراحة حصلت، حلو، أي مشكلة حصلت فقللت تدفق الدم للمكان. كل المشاكل اللي احنا قلناها ينتج عنها ارتخاء نسبي في العضلات وضعف في الدورة الدموية. يبقى احنا هنشتغل ايه؟ بنعمل كورس. الكورس ده بيبقى كورس مكثف 6 جلسات، بتاخد حوالي 3 ساعات في اليوم، ممكن تاخدهم كل يوم وتخلص المشكلة في أسبوع. بنعمل أجهزة بتزود الدورة الدموية، عندنا 3 مجموعات من الأجهزة، بس بنختار الأجهزة اللي بتستهدف الدورة الدموية الدقيقة. أوكي. يعني احنا عندنا نوعين من أجهزة الدورة الدموية. أجهزة الدورة بتزود الدورة الدموية، نوع بيستهدف السوبرفيشال سيركيوليشن زي الانفراريد والحاجات دي، دي ما تنفعش طبعا. تمام. لأن احنا دي زي ما كنا بنشرح قبل كده التهاب الأعصاب السكري. احنا عايزين نستهدف الدورة الدموية الدقيقة. تمام. وليس
الدوره الدمويه السيستميك العامه الكبيره علشان نقدر نجيب نتيجه. فبنشتغل بتعمل حاجه اسمها موجات احاديه اللون، دي بتشتغل على، بنحطها على الاماكن بتاعه تدفق الدوره الدمويه في عندها، وبنعمل لها دي بتبقى ساعه الا ربع، وبنعمل حاجه اسمها ماجنتيك ويفز، علاج بالموجات الكهرومغناطيك، وبنعمل حاجه اسمها علاج ضوئي. كل برنامج مكون، بتبقى جلسه مكونه بتبقى حوالي من ساعتين لثلاث ساعات على حسب الحاله. تمام. وبتختلف طبعا لو المريضه دي مريضه سكر او مش مريضه سكر. ما انت بقى رايحه بالسي في بتاعك بالظبط. بتختلف في طريقه الاداء بتاعتنا. مع مريض السكر بنشتغل بطريقه، ومع المريض العادي، لانه طبعا مريض السكر بيبقى عندنا مشكله مع نقص الدوره الدمويه، يعني عندنا مشكله نقص في الاحساس. فلازم نعمل اختبارات احساس عشان الاطراف والحاجات بالزبط. دي الحاجات الطرفيه بالظبط كده، نعمل اختبار احساس ونشتغل، لانه طبعا عشان نأفويد انه يحصل مشاكل زي الحروق او والتئام السكر صعب. فبنشتغل بقى على يعني دي ليها طريقه في الاداء في الشغل، ودي ليها طريقه ثانيه. تمام. خصوصا ان انت بتشتغلي على منطقه حساسه في مريض عنده سكر او نقص في الاحساس. فانت كده فانت عندك مشكلتين. صحيح مظبوط. تمام. فبنشتغل بقى بالطريقه دي. المشكله الثانيه بقى اللي هي زي ما اتفقنا ان بتبدا عضله المهبل مع الوقت ترتخي، او مع الولاده تبقى شابه 30 سنه وعندها ارتخاء. ولدت مثلا مرتين ولا حاجه او ثلاثه ولاده طبيعيه، فبدا يحصل ارتخاء. فبنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نعمل تنبيه لكل عضلات الحوض. تمام. وتقويه لكل عضلات الحوض ولعضله المهبل نفسها عن طريق جهاز معين ليه بروب معينه للمهبل. بتعمل تنبيه كهربائي للعضله القابضه في المهبل، فبتحسن انقباض العضله. تمام. والميزه بقى في دي ايه؟ تيجي يعني في حد مثلا تقولي لا انا بعد الولاده عملت عمليه وخيطت، خليت الدكتور خيطي عشان احافظ على نفسي، ده العضله نفسها بقت، ما هو بصي اللي بيتحكم فينا عشان اقفل ايدي دلوقتي او افتحها قدامي عضلاتي. انا ماسكه ايدي دلوقتي بخيط. هل الاستجابه زي العضله نفسها بقت مرتخيه؟ طبعا. تمام. فهي العضله لما تبقى كنترول بيحصل حاجتين. اولا العضله لما تبقى كنترول بيبقى الكنتور بقى كويس طبيعي. تاني حاجه انقباضات العضله واثناء العلاقه، انقباض العضله والانقباض في وقت هزه الجماع الاورجازم والحاجات دي كلها بيبقى طبيعي، لان العضله خلاص بقت شغاله. تمام. فهي دي غيرها بتكسل، بتبقى ما زي ما لا تستطيع. زي ما بنعالج عضله ضعيفه زي ما اتفقنا في الايد او في، ما دي عضله. بس احنا الحياء والكسوف او ما بنتكلمش اصلا في المشكله، تبدا المشكله منكده علينا وما بنتكلمش فيها. لا، والجلسات سهله جدا جدا وما بتاخدش وقت وما فيهاش الم، وبرده في اقل من 6 ايام، يعني لو حد عضلات ضعيفه قوي بناخد اسبوعين. ودي تبقى يعني الحلقه دي يعني ايه، تعتبر طولت. تمام. لكن هي عضله صغيره وسهل الكنترول عليها، النتائج بتاعتها حلوه. وبتحل بقى المشاكل دي، بتحل يعني طبعا بعد ما بتتعالج الست وكده، بتحسي ان في رد فعل تقول لك؟ طبعا الرغبه بقى بتتحسن، الرغبه الجنسيه عندها بتزيد، احساسها الاستثاره عندها بدات تبقى احسن. يعني في ناس بيحصل مشكلتين، يا اما هي بتتهرب ما مش حاسه بحاجه، يا اما هو حاسس انها مش متفاعله معاه. يعني بيبداوا يدخلوا في خلل في العلاقه. فاحنا بنحل المشكله دي وبنحل الخلل برضو. احنا يعني هنجيب، بما اننا بنتكلم عن الخلل عند المراه برضو، سيره الشنطه الجنبيه احنا شرحناه في حلقتين قبل كده. بس برضو انقباض عضله المهبل زي ما عملنا دلوقتي ارتخاء للعضله المتهدله، بنعرف نعمل انقباض ارتخاء زي ما عملنا انقباض وتقويه للعضله اللي فيها ارتخاء، بنقدر نعمل ارتخاء ببرنامج عكس البرنامج ده للناس اللي عندهم
صعوبه تشنج بقى في تشنج او فوبيا الحاجات دي بالظبط كده. زي ما بنشتغل الشغل ده بتشتغلوا في نشتغل الشغل ده ونرخي عضله المهبل وتحصل علاقه زوجيه. الميزه بقى في الحاجات دي انه نسبه النجاح، يعني لو ما عندناش فاكتورز مرضيه تانية محتاجه استشاره نفسي، يعني افرضي انه الموضوع ما فيهوش هرمونز تتظبط ولا سكر ولا بتاع، هو بس الموضوع حاجات اشكاليه في العضله مش شغاله، يبقى خلاص يبقى نسبه النجاح 100%. ولو ما عندناش برضو الناس اللي هم عندهم حاجه اسمها illusions disorders او هم فكره مسيطره عليها، يعني عارفه زي ما دي بقى لازم يبقى برر معاكي الدكتور النفسي بالظبط كده، بعدنا او قبلنا او معانا، يعني ساعات بنخلص. بس هي لو حصلت والكورس خلص بيبقى خلاص، بتبقى المشكله النفسيه بتروح عندنا من عندها، ما هي مشكله اتحلت في الكورس عندنا. لكن في ناس، يعني مثلا انا صادفت حاله ايه، خلصت يعني عملنا الكورس، الكورس بيبقى 3 مرات، اول جلسه وتاني جلسه عملت وجابت نتائج هايله، تالت جلسه بقى عشان هتروح تمارس العلاقه، لا انا مش هعمل، اتشنجت بقى تاني. لا مش ده بقى هنا ايه، خلاص الجهاز وهي العضلات ريلاكست خالص، يبقى هنا في الحاله دي ايه، محتاجين بقى استشاره طبيب نفسي. يبقى هي الخوف هنا اصبح من العلاقه نفسها، مش من التشنج بقى بتاع العضلات. يبقى احنا هنا عالجنا الجزء بتاع التشنج، يتفضل لنا الشق النفسي بقى. دي بقى بصراحه شفتها في حاله واحده او في حالتين بالكثير، اللي بيبقى عندهم الشق النفسي سيفير قوي للدرجه دي. يعني دي انا عشان كده بقول لك ما تمثلش، حتى ما تكملش 1% من الحالات. تمام. دكتوره رانيا، الحلقه خلصت في سلام وامان، وانا دايما ببقى شايله هم الحلقات اللي زي دي، لكن الحقيقه مع دكتوره رانيا المواضيع بتبقى لطيفه جدا، والمواضيع بتبقى يعني احنا لازم نتكلم في المواضيع دي عشان نحل مشاكل كتير. بشكرك يا دكتوره رانيا جدا على وجود حضرتك معانا ومسي على المعلومات القيمه اللي اديتيها لنا النهارده. بشكرك وبشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده، اتمنى ان الحلقه تكون اضافت لكم، وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد واللايف كلينك. بشكركم، الى اللقاء.